هقوم اعمل لك قهوه. سيبك من القهوه واسمعيني، وانت بريب ركز معايا عشان تفهم اللي اقوله. معنى نصلاح التوخي يروح بيتنا يبقى مركز في الموضوع وشايله على صدره. ده كان محروق جدا وهو بيتكلم مع طنط. مؤاخذه يعني يا سليم ايه؟ هو صلاح التوخي ده حطك في دماغه قوي كده ليه؟ هو في بينكم ضديات قبل كده؟ صلاح التوخي في الوزاره معروف عنه انه ظابط نظيف وجامد، مفيش قضيه مره يمسكها غير لما يجيب اخرها. بس انا عارف صلاح التوخي بيفكر فيه. صلاح التوخي خايف مني على سمعته، مش بس كظابط شاطر، كظابط شريف. يا فندم. هواليد الجديد. جديد ايه يا فندم؟ انا سايب سعادتك من 3 ساعات. كم ساعه دول ممكن يغيروا الدنيا. سليم ممكن يخرج من المحافظه دي يروح محافظه تانية، ساعتها يتوه مننا تماما. يا فندم هيخرج يروح فين وهو مصاب زي ما البت قالت؟ ما هو ده السؤال اللي لازم نلاقي الاجابه. تفتكر سليم ممكن يروح فين؟ صلاح التوخي همه الفتره اللي جايه يضايق الدنيا علينا، يعمل لنا كمان في كل حته في مصر، وهيدور علينا في بيوت الناس كلها اللي نعرفها. بس انا ما اعتقدش ان حد ممكن يجي في باله ان انت تبقى هنا. احنا خطوبتنا اتفسخت من زمان ومفيش حاجه تربطنا ببعض. قصدي يعني ده اللي باين للناس. عندك حق، انت صح، بس ده دلوقتي بس، لكن قدام شويه هيوصل لك. يعني هيوصل لك، عشان كده لازم نخلص من اي حاجه ليها علاقه بينا في البيت ده. احنا وزعنا صورهم على كل الكمائن يا فندم زي ما سعادتك امرت. مستحيل يا فندم، مستحيل يطلعوا بره القاهره، وانا بعمل حصر لاصحابه وقرايبه واهله ومعارفه، وبالدور بالكتير يا فندم هيبقى الملف قدام سعادتك. تهيألي كده يا فندم يومين بالكتير وسليم يبقى في ايدينا. قريت ملف سليم الانصاري كويس يا وليد؟ اه يا فندم. اظنش انك قريته خالص، لانك لو كنت قريت ملف سليم الانصاري ما كنتش هتبقى مطمن قوي كده. سليم الانصاري ما هوش مجرد ديلر عادي او ضابط كرش واسع ومرتشي. سليم الانصاري كان متفوق طول ايام دراسته، كان ممكن يدخل اي كليه من كليات القمه زي طب او هندسه او صيدله، لكن اختار بنفسه انه يدخل الشرطه. وطول ايام دراسته في الشرطه كان متفوق تماما، اشتغل في المباحث في العمليات الخاصه، واثبت كفاءه عاليه جدا في الرمايه واقتحام الاوكار ومكافحه الارهاب. سليم الانصاري مش مجرد مجرم عادي سهل تقبض عليه زي ما انت متصور كده يا وليد. ارجع اقرا ملف سليم الانصاري تاني يا وليد. فهمت يا فريده؟ اي حاجه جه عليها دم من امبارح حطيها في كيس اسود وارميها في صندوق زباله بعيد عن البيت وبعيد عن الشغل، مفهوم؟ مش ما ترمهمش كلهم في مكان واحد، خلي الصناديق كلها بعيد عن بعض، وفي كل مكان ارمي حاجه. تمام. خلينا بقى في المهم، الموتوسيكل. واحنا خبيناه تحت يا باشا في المخزن بتاع الفيلم. ما ينفعش، صلاح التوخي اهم حاجه دلوقتي هيدور عليها هي الموتوسيكل. لو لقاه هنا في البيت ده فريده تروح في 60 داهية. طب وده هنعمل فيه ايه؟ الموتوسيكل ده وليد اول خيط هيوصلنا لسليم الانصاري. اي نعم احنا ما معناش نمرته، لكن معانا كل اوصافه من خلال البنت اللي كانت مخطوفه. لو جدعنتوا يا وليد وعرفتوا تجيبوا الولاد اللي كانوا خاطفين البنت هنعرف منهم نمره الموتوسيكل. حاضر يا فندم، هجيب لك العيال دي النهارده يا فندم. ما نشوف يا سيدي. الموتوسيكل ده لازم يختفي، بس قبل ما نخلص منه لازم نشيل من عليه اي حاجه تربطنا بيه، دم بقى، بصمات، اي حاجه يعني. مفهوم؟ تمام. ماشي ماشي. طب بالنسبه للموتوسيكل يا باشا انت كده جيت في ملعبي بقى. ليه بتفهم في الميكانيكا؟ يا باشا اصل انا وانا صغير زمان كنت بشتغل ميكانيكي يعني مع واحد جارنا اسمه اللوست علي الحظ، فاللوست علي الحظ ده كان بيعمل دماغ كتيره، ومره الحظ خانه فراحت المكنه هبه فيه، فانا سبته ورحت اشتغلت في محل طعميه. اول ما دخلت من المحل ام ناصر بقى جايه بتفتح الانبوبه راحت ضربه. خلاص يا ابراهيم خلاص. فريده انت عندك هنا عده؟ عندي اهو، في العربيه كمان. طب كويس. الموتوسيكل ده لازم يفكك مسمار مسمار ويتغسل كويس، عشان ساعتها تقدري تعملي زي الحاجات التانية ترمي كل حتة في مكان. تمام. ولا يهمك يا بنا، هخلي لك أكبر حتة في الموتوسيكل ده قد كده.
بس الدنيا حته. ده الموتوسيكل. انت بقى ابراهيم. انا مالي يا بيه؟ هتفككني انا كمان؟ انا عارف انت واد جدع ومش خاين، بس انا خلاص بعد اللي حصل ما بقتش اثق في حد حتى لو ابويا الله يرحمه. انت هتفضل معايا، ولو فكرت تبعد عنا ابراهيم انا هضربك بالنار. يا باشا هسيبك واروح فين يعني؟ انا كده كده غرز معاك يا سعاده الباشا، يعني هسيبك واروح اسلم نفسي للحكومه؟ ولو روحت بيتنا برضه الحكومه هتقبض عليا. الحكومه بتدور عليا من ناحيه، وحسن الضبع بيدور عليا من الناحيه الثانيه. حسن الضبع مين؟ ابقى احكي لك يا بيه بعدين، بس لما نخلص من اللي في ايدينا. وبعدين يا بيه انا هستفيد ايه يعني ان انا اغدر بيك؟ ماشي، بس لحد بقى ما نخلص من اللي احنا فيها تفضل معايا. صلاح توخي لو مسكك مش هسيبك غير لما تقول له مكاني فين. انا عارفه ظابط غلس ومش هيحلك. اه طبعا احنا هنفضل مراقبين بيت الواد اللي معاه اللي اسمه ابراهيم السني، ولو اني متاكد انه مش هيظهر، لان سليم مش هيفرط بسهوله في الراجل الوحيد اللي عارف عنه كل حاجه. طب هو هيفضل مخليه معاه على طول يا فندم؟ مبروك الافراج يا شبح. شوف بقى هتديني حقي نقدي ولا مزاج؟ على حقي يابا. تصدق يا صحتك جت على الحبس؟ ما تضحك يا ما تضحك، خدت افراج. ويطلعوا مين الولاد دول بقى سواليت؟ ما لحقناش نمسك حد فيهم يا فندم. اه سعادتك عارف ان هم اتنين مجبرين اللي بيراقبوا بيت سليم، والعيال عملوا عملتهم وجريوا من هنا ورايح. تزود الحراسه على بيت سليم، محدش يهوب من امه او اخته، مفهوم؟ حاضر يا فندم. ومين كان في البيت وقت كل ده ما حصل؟ امه واخته. اه وفي واحده جارتهم من زمان اسمها فريده. فريده؟ هي مش فريده دي اللي كانت نازله من عندهم امبارح والمخبرين جابوا نمره عربيتها؟ اه يا فندم، وكانت موجوده في النيابه وقت ما سليم هرب. مين فريده دي بقى؟ وايه حكايتها بالظبط؟ والله هو ده اللي حصل، محدش جراله اي حاجه، مفيش بس غير ان الشباك اتكسر، وانا ما مشيتش غير لما العيال دي مشيت من قدام البيت، ودلوقتي كمان بقى في حراسه. حراسه؟ أنا السبب في كل اللي بيحصل ده يا حبيبي. متحملش نفسك فوق طاقتك، وبعدين أنت في إيه ولا في إيه يعني؟ بقولك إيه، أنا جبتلك أنت وإبراهيم شوية لبس كده اللي عرفت أتصرف فيه وأحطه في شنطة إيدي. ما تزعلش نفسك بقى يا سليم عشان خاطري. اخلص يا علي. اسفين يا فندم على اللي حصل ده كله، بس على فكرة سليم هو اللي حطينا كلنا في الموقف السخيف ده. ليه يا صلاح بيه؟ سليم هو اللي أجر شوية بلطجية عشان يجي وتهجموا علينا هنا في البيت؟ أنا مقدر موقفك يا أنسة سلمى، بس ما تنسيش إن سليم هو اللي حطيني وحطكم وحط الداخلية كلها في الموقف السيء جدا ده. أنتوا عارفين دلوقتي البلد ما بقتش زي زمان. حصل خير يا صلاح بيه، بس بكرة الناس كلها لما تراجع نفسها وتعرف ان ابني سليم بريء هيختلف الوضع جدا، واولهم حضرتك. بس انا ليه عتاب عندك؟ عندنا؟ ايوه، بدل ما انت حاطط لنا مخبرين عشان يراقبوني انا وبنتي ويراقبوا اللي داخل واللي خارج، كان الاولى بحضرتك انك تعين لنا مخبرين عشان يحمونا من الاوباش دول. انا اسف، ووعدك ان ده مش هيتكرر تاني ابدا. هي مين فريدة اللي كانت موجودة وقت الحادثة؟ دي زميلة بنتي وصاحبتها من زمان، كانت خطيبة سليم. طب ما انت عارف كل حاجة، لازمتها ايه بقى الأسئلة؟ لا بس مندهش بس ان هم كانوا مخطوبين وفسخوا الخطوبة، ومع ذلك هي كانت مصرة انها تبقى متواجدة معاكم دايما، لدرجة انها كانت موجودة معاكم في النيابة. ما هو الود ملوش دعوة بالنصيب، ولا حضرتك عايز تحاكمها بحكم انها بتصون العشرة؟ ربنا دايما معروف. على فكرة لو سليم اتصل بيكي بلغيني اللي بيعمله ده كله مش هيجيب نتيجة، وانا اسف على الازعاج. سلام عليكم.
ماما انا لازم اكلم فريده تنبه سليم. الراجل ده شكله مش سهل ابدا. هو هتعملي كده؟ انت ما سمعتيش فريده لما قالت ان اخوكي بيقول لها انهم مراقبين التليفونات؟ امال هنعمل ايه ماما؟ نفضل قاعدين كده؟ بقول لك ايه، بكره تروحي لها الشغل اكنك بتزوريها عادي وفهميها كل اللي حصل بالظبط. حاضر. ربنا يستر. ربنا يستر. وانت مالك يا حماد؟ اعرفه من قبل كده ولا لا؟ انت كان ليك مصلحه واتقضت وخلاص، ايه اللي يهمك؟ ربنا يخليك هنا يا باشا، وما يحرمناش من عاطفك ابدا. انا بس قلت يعني طالما المصلحه واحده يبقى نحط ايدينا في ايدين بعض. انسى حماد، انا مش عايز اثر في الموضوع ده ولا من قريب ولا من بعيد. يا باشا سعادتك مش هتبان في الصوره، كلنا طالبه منك انك تشور عليا بالنصيحه، انت عارف نصيحتك بتفرق معايا كتير قوي. كفاره يا ريس. كفاره دي تقولها لنفسك كده وانت خارج من الاعدام، انما انا بخارج معلم على الحكومه. فاهم يا بغلي؟ فاهم يا ريس. صح كده ماشي. خد لقم دي. ماشي. الله يرحمك يا ندى، الله يرحمك يا عسلية. قطعتي بيا يا بت والله. قطعت بيا يا وربنا قطع الدنيا كلنا يا معلم. بقول لك ايه؟ ما عرفتش الحوار اللي عمله سليم الانصاري في النيابة؟ حوار ايه؟ قالوا ده هو عمل حوار كبير وكان عايز يلبس القضية كلها لطفي بن مجدي وابنه. لطفي بن مجدي وابنه؟ اه. لا يا اسطى استنى بقى الحجر يشتغل كده، ورسينا على الحوار من اوله. امال ابراهيم فين؟ انا مش شايفاه يعني. مقموصه يا ستي، العشاء مغدو قوي، عايز نعمله زي اخويا ومتربي معايا وبتاع، مش عارف اعمل له ايه يعني. ما هو بصراحه يا سليم الراجل متثبت من ساعه ما عرف ان انت ظابط، حاول يعني بالراحه عليه شويه. براحتي، هي ناقصه محن؟ انا مش ناقصه في اللي مكفيني. مين اللي جاي دلوقتي؟ ده اكيد الدراي كلين. الدراي كليني في الوقت ده؟ هو متعود يجي متاخر، ما تقلقش. طب اقول لك ايه، افتحي له وانا هطلع فوق، مهما كان مين ما تدخلوش يخشوا جوه. ماشي. مساء الخير.